الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين كلامنا في ان مواريث الانبياء وصلت إلى رسول الله محمد صلى الله عليه واله المواريث التي كان بها إعجازهم أو كانت بها خصوصية أما أموالهم العامة والخاصة فهي لورثتهم ابنائهم بناتهم لان الانبياء يورثون كما يورث سائر الناس انما هناك كانت امور هذه من خصائصهم من خصوصياتهم كعصا موسى وخاتم سليمان وطشت موسى هذه وصلت الى رسول الله صلى الله عليه واله يعني انتقلت من نبي إلى نبي إلى وصي إلى أن وصلت إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وآله ومنه إلى أمير المؤمنين علي ومنه إلى سائر الأئمة واحدا بعد الآخر وكان لرسول الله صلى الله عليه وآله أشياء هذه الأشياء كانت له فقبل وفاته اهداها لامير المؤمنين علي بن ابي طالب. من جمله هذه الامور سلاح رسول الله صلى الله عليه واله. لامه حربه، درعه، رايته، سيفه وما الى ذلك. هذه وهبها لامير المؤمنين علي عليه الصلاه والسلام. وايضا كانت هناك امور اخرى بغلته ملابسه هذه سنذكرها ان شاء الله في مستقبل الايام لكن كلامنا الان حول سلاح الرسول صلى الله عليه واله هنا حديث في كتاب الكافي الشريف يذكر جانبا من ذلك سواء من السلاح او من غير السلاح الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول ترك رسول الله في المتاع سيفا يعني في جملة متاعه سيفا ودرعا وعنزه عنز رمح لكنه رمح قصير ليس بالرمح الطويل لا هو بمقدار العصا قصرا شوية أطول من العصا ولا هو بمقدار الرمح العادي بينهما يسمى عنزه. ورحلا هذا لا يرتبط بالسلاح. الرحل ما يوضع على البعير كالسرج الذي يوضع على الفرس. وبغلته الشهباء هذه بغله كان يركبها رسول الله صلى الله عليه واله احيانا وانما سميت شهباء لان الاشهب اللون الرمادي يعني البياض المختلط بسواد او السواد المختلط ببياض وسميت هذه البغله بهذا الاسم لان لونها كان هكذا او لعله تسميه لا لاجل هذا اللون فورث ذلك كله علي بن ابي طالب عليه السلام طبعا المراد من الارث هنا أن رسول الله صلى الله عليه واله قبل وفاته أهداها لعلي بن أبي طالب، لأن أمير المؤمنين عليه السلام لم يكن وارث رسول الله مع وجود فاطمة سلام الله عليها، لأن البنت في الطبقة الأولى من الإرث وابن العم في الطبقة الثالثة من الإرث وكلما كانت الطبقة الأقدم موجودة، الأسبق موجودة، لا يصل الميراث إلى الطبقة اللاحقة، يعني مثلاً إذا واحد توفي وله ابن وبنت وأب وأم وإخوة وأخوات، كل ميراثه يكون للطبقة الأولى وهم الابن والبنت والأب والأم، ولا يصل شيء الى الاخوه والاخوات مع وجود الطبقه الاولى، ففي هذا الفرض الذي ذكرناه، الاب له السدس، والام لها السدس، وما بقي من المال بين الولد والبنت للذكر مثل حظ الانثيين، وفي سوره النساء، في أوائل السورة وفي الآية الأخيرة من سورة النساء كيفية تقسيم الميراث بينتها الآيات الشريفة، طبعاً هنا مسألة وهذه المسألة أنه إذا واحد توفي وله بنت واحدة فقط من الطبقة الأولى وله ابن عم هنا حسب مذهب اهل البيت والذي دل عليه القران كل الارث يكون لهذه البنت الوحيده لدلاله ايتين من القران الكريم الايه الاولى الله سبحانه وتعالى يقول في سوره النساء البنت الواحده لها النصف وفي آية أخرى يقول: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. الجمع بين هاتين الآيتين يقتضي أن ترث البنت النصف بالفرض بالتعيين، والنصف الثاني بالرد. النصف الأول دلت عليه آية سورة النساء، والنصف الثاني دلت عليه آية سورة الأنفال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله والتعصيب باطل عندنا يعني العامة يقولون مع وجود البنت الواحدة ترث النصف وباقي المال ينتقلون به إلى الطبقة الثانية إلى الذكور من الطبقة الثانية للإخوة مثلا إخوة الميت وهذا باطل عندنا و حسب هذه الآية الشريفة حيث يقول الله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله زين ففاطمة سلام الله عليها كانت البنت الوحيدة لرسول الله صلى الله عليه واله يعني توفي رسول الله ولا وارث له سوى فاطمة لأن سائر بنات الرسول وأبناء الرسول توفوا في حياته الطيب والطاهر والقاسم وابراهيم وزينب ورقيه بنات الرسول صلى الله عليه واله وابناء الرسول توفوا في حياه الرسول. فلم يكن له وارث سوى فاطمه لانها بقيت بعد وفاه الرسول صلى الله عليه واله. زين هذه الامور التي اراد رسول الله ان تصل الى امير المؤمنين علي عليه الصلاه والسلام ومنه الى الائمه حتى لا يكون استثناء في قانون الارث لانه لا ضروره في هذا الاستثناء لذلك اهداها لامير المؤمنين علي عليه الصلاه والسلام قبل وفاته وهناك حديث مفصل في تفصيل الاشياء التي اهداها رسول الله لامير المؤمنين طبعا في مقابل ان يؤدي امير المؤمنين ديون رسول الله صلى الله عليه واله وينجز عداته هذا ان شاء الله بعدين راح نبينه. زين هذه الامور كلها وصلت الى علي بن ابي طالب فورث ذلك هذا هنا كلمه الارث بمعناها المجازي يعني وصلت الى علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام في حياة الرسول قبل وفاته ومنه إلى الأئمة واحدا بعد الآخر. زين. في حديث آخر حول ذي الفقار. ذو الفقار السيف المعروف لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. هذا السيف أنزله الله سبحانه وتعالى في غزوة أحد لرسول الله. فكان ملكا لرسول الله محمد صلى الله عليه واله. ورسول الله اهداه لامير المؤمنين علي عليه الصلاه والسلام في نفس الغزوه لان امير المؤمنين كان يقاتل دون الرسول بعد ان انهزم اكثر الاصحاب وتفصيل ذلك في سوره ال عمران. اذ تصعدون ولا تلون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاثابكم غما بغم. اذ تصعدون يعني تفرون في الصعيد. فلم يبقى مع رسول الله صلى الله عليه واله الا بعدد الاصابع. بعضهم قتلوا استشهدوا وبقي أمير المؤمنين يقاتل كلما هجم المشركون على رسول الله صلى الله عليه وآله من جانب تصدى لهم حتى أنه جرح بتسعين جراحة فتح موه يعني خافوا من أمير المؤمنين لأنه جندل رجالهم وقتل الكثير منهم فيها الأثناء الحرب انكسر سيف رس امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام. فقال لرسول الله صلى الله عليه واله: الرجل يقاتل بسيفه وهذا سيفي قد انكسر. فهنا الله سبحانه وتعالى انزل سيفا لرسول الله. هذا تشريف للرسول. والرسول صلى الله عليه واله اهدى هذا السيف لامير المؤمنين عليه الصلاه والسلام. هذا السيف الذي كان مع امير المؤمنين من بعد غزوه احد الى يوم استشهاده ويتوارثه الائمه واحدا بعد الاخر وهو الان بحوزه الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذا السيف اولا نزلت فيه هذه الايه الشريفه: وانزلنا الحديد فيه بأس شديد. ومنافع للناس في سورة الحديد هذه الآية وأنزلنا الحديد شأن نزول هذه الآية في سيف ذي الفقر حسب الروايات طبعا خصوصية المورد خصوصية المورد لا تخصص الوارد الله سبحانه وتعالى أنزل الحديد سواء ذي الفقار أو غير ذي الفقار أنزله على الارض لكن شأن نزول هذه الآية في سيف ذي الفقار. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد على الكفار ومنافع للناس لأنه بهذا السيف تم الدفاع عن الإسلام ولولا هذا السيف لتمكن المشركون من قتل رسول الله ومن القضاء على الإسلام. فهذه المنافع التي كانت للإسلام ولا زالت وستكون هذه من بركات دفاع أمير المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه واله، لأن الإسلام قام بثلاثة أمور أو بثلاث أمور كما في بعض الأحاديث بسيف علي ومال خديجة ونصرة أبي طالب هذه الثلاثة أركان لقيام هذا الدين. مال خديجة حفظ المسلمين في مكة. نصرة أبي طالب حفظت الرسول صلى الله عليه وآله في مكة. وسيف علي عليه السلام دافع عن الإسلام في المدينة المنورة. زين. وبعد ذلك أيضا في التأويل في الصفين والنهروان والجمل قاتلهم في زمان رسول الله على التنزيل وقاتلهم في زمان حكمه على التأويل كما قال رسول الله صلى الله عليه واله له. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. طيب لماذا هذا السيف يسمى ذو الفقار؟ الفقار جمع فقرة الفقرات والفقار في حديث عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام كما يرويه ابن شهر ابن شهراشوب في المناقب سئل الإمام الصادق عليه السلام لما سمي ذو الفقار فقال إنما سمي ذو الفقار لأنه ما ضرب به أمير المؤمنين عليه السلام أحدا الا افتقر في الدنيا من الحياه وفي الاخره من الجنه. فهذا من الاشتقاق الكبير من الفقر. في حديث اخر عن الامام الصادق عليه الصلاه والسلام يقول: لانه كان في وسطه خطه في طوله مشبهه بفقار الظهر. يعني اكو علامه او خط على هذا السيف تشبه الفقرات اللي في ظهر الانسان تعرجات موجوده، يعني خط فيه تعرجات، شايفين هذه التخطيط القلبي مثلا شلون الخط فيه تعرجات، فعلى هذا السيف في عرضه كان هذا الخط يشبه الفقرات، فلذلك سمي ذو الفقار. هذا بالنسبة إلى هذا السيف، ورثه أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بهذا المعنى من الإرث، بمعنى أن الرسول صلى الله عليه واله أهداه وبقي معه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه واله. زين، سلاح الرسول صلى الله عليه واله الذي وصل إلى الأئمة. هذا السلاح لأنه من علائم الإمامة كما ذكرنا فيما مضى. ومثله كمثل التابوت الله سبحانه وتعالى حافظ على هذا السلاح من ان ينهب او ان يصل الى غير الائمه عليهم الصلاه والسلام او ان يصيبه ضرر فلذلك في يوم عاشوراء نهبوا كل شيء لكن هذه المواريث هذه الله سبحانه وتعالى بطريقة غيبية حافظ عليها. في قضايا مختلفة حكام الجور نهبوا بيوت الأئمة أو أحرقوها لكن الله سبحانه وتعالى حفظ هذا الشيء لأن الله إذا يريد شيئا لا يعجزه شيء. يقول الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام كان قد وضع السيف الذي ورثه من رسول الله صلى الله عليه واله، كان هذا السيف قد وضعه في شق جدار، في غرفة من غرف البيت، الجدار فيه شق، وضع هذا السيف في ذلك الشيء الشق وطينه بحيث انه آثار السيف لم تكن ظاهرة، مو انه علق السيف على الجدار. وضعه في داخل شق من الجدار ثم غطاه بالطين مثلا او الجوص او اي شيء اخر فهو كان داخل الجدار لا يعلم به اهل الدار فتزوج الامام الصادق بالثقفية احدى زواجاته طبعا عروس جاءوا بها الى البيت ومن الطبيعي ان النساء ياتين ويزينن الغرفة التي تكون فيها العروس الحجلة تزين زين التزيين عادة يكون بتعليق أشياء مثلا والتعليق يكون بضرب البسامير الصغيرة المسامير تطرق على الجدار ويعلق عليها مثلا الزينة وما إلى ذلك وهو متعارف لحد الآن ما كانوا يعلمون أن هذا السيف موجود في شق من الجدار وقد طين عليه فنجدوا الجدار يعني زينوا الجدار عبر هذه المسامير المكان اللي السيف موجود فيه أيضا هناك مسامير طرقت الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام لما جاء وراى هذه الحالة فزع. فازال هذه الطبقة الطينية من الجدار واخرج السيف فراى ان السيف محفوظ، يعني هذه المسامير التي كانت مثلا على السيف تأتي المفروض ان تصيب السيف تخدشه مثلا او تكسر مقبضه او ما الى ذلك رؤوس المسامير كانت انحرفت ماكو مسمار اصاب السيف زين الامام الباق الصادق عليه الصلاه والسلام هذا الامر راه عود الامام الكاظم ينقل هذه القضيه كشاهد مثال ان الله سبحانه وتعالى يحفظ هذا السيف حتى بهذا المقدار زين بسمار يطرق على سيف هذا لا يكسر السيف وإنما أقصى حد يسبب فيه خدش مثلا حتى هذا المقدار الله سبحانه وتعالى لا يريد لهذا السلاح يبقى كما هو كان ولذا السلاح سالم وصل إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وحينما يظهر يظهر بذلك السلاح كان هذا كمثال يعني إلى هل مقدار الله سبحانه وتعالى لا يريد أن يصاب هذا السلاح بعطب أو بخدش. فكيف بما إذا أراد الظالمون السيطرة عليه؟ أرادوا نهبه. كلا الله سبحانه وتعالى لا يدع ذلك. كآية في القرآن الكريم هذا من باب ذكر بعض الأمثلة لتقريب المسألة إلى الذهن. الله سبحانه وتعالى يقول له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله يعني حفظا ناشئا من امر الله شنو معنى الايه معنى الايه الانسان حينما يولد تحيط به الاخطار كل خطر من تلك الاخطار كافي للقضاء على حياته لكن الله سبحانه وتعالى مقدر لهذا الإنسان مثلا أن يعيش خمسين سنة ستين سنة سبعين سنة ثمانين سنة تشوف هذه الأخطار يتجاوزها لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعل ملائكة يحفظون هذا الإنسان في الحديث الشريف من أن يتردى في بئر أو يأكله سبع مثلا أو يعمل أعمال خطرة تقضي على حياته خاصه لمن هو طفل صغير بدأ يحبو وبدأ يمشي عمره سنتين ثلاث سنوات الاخطار كثيره عليه لانه هو لا يعقل لا يعلم بهذه الاخطار لكن الله سبحانه وتعالى مكلف ملائكه يحفظونه حفظهم بامر من الله سبحانه وتعالى يحفظونه من امر الله يعني حفظا ناشئا من امر الله كما يقول اكثر المفسرين طبعاً الله سبحانه وتعالى عندما يريد يحفظ يحفظ بطرق طبيعية يعني الملائكة يحفظون حفظاً هذا الإنسان لكن الله سبحانه وتعالى يسبب الأسباب عبر أولئك هم الملائكة وعبر غيرهم فإذا الله سبحانه وتعالى أراد شيئاً هيأ له أسبابه فليس بمستغرب أن الله سبحانه وتعالى إذا يريد يحفظ سلاح رسول الله صلى الله عليه وآله وقد جعله علامة للإمامة أن يهيئ الأسباب لبقائه بيد الأئمة عليهم الصلاة والسلام وأن لا يصل إلى غيرهم أسباب طبيعية أو أسباب غيبية. هنا الحديث عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سألته عن ذي الفقار سيف رسول الله صلى الله عليه واله من أين هو؟ قال حبط به جبرائيل من السماء وكانت حليته من فضة هو عندي يعني وصل إلى الإمام الرضا ومن بعد الإمام الرضا إلى الإمام الجواد الإمام الهادي الإمام العسكري ثم الإمام المهدي الحديث الآخر عن أبي إبراهيم يعني الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام قال السلاح موضوع عندنا يعني موجود عندنا مدفوع عنه لو وضع عند شر خلق الله كان خيرهم لو وضع هذه لو حرف امتناع الامتناع يعني هذا السلاح علامه على ان هذا الانسان افضل خلق الله لانه هو الامام فمو معقول ان هذا السلاح يصل بيد شرار خلق الله سبحانه وتعالى ولذا ذكرنا لما المامون العباسي اراد طلب من الامام الرضا ان يعطيه سيف رسول الله صلى الله عليه واله الإمام اضطر يعطي سيف لكنه لم يكن سيف الرسول صلى الله عليه وآله سيف آخر ثم يقول لقد حدثني أبي يعني الإمام الصادق أنه حيث بنى بالثقفية يعني تزوجها يقال بنى بها يعني تزوجها لماذا؟ لأنهم حينما كانوا يريدون أن يأتون بعروس كانوا يبنون قبه خاصة العرب الجاهليين قبل الإسلام كانوا يعيشون كثيرا كثير منهم يعيشون في الخيام فكانوا يبنون قبة خاصة للعروس لذا يقال بنى عليها يعني بنى عليها قبة بنى لها قبة ثم كلمة القبة بالاختصار حذفت فيقال بنى عليها إنه حيث بنى بالثقفية إحدى زوجات الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام وكان قد شق له في الجدار يعني الإمام الصادق كان قد شق في له لهذا السيف سيف رسول الله صلى الله عليه وآله في الجدار وطين ذلك الجدار يظهر من هذا الحديث فنجد البيت التنجيد بمعنى الدق بالمسامير للتزيين يقال نجد البيت يعني زينه فكما ذكرنا التزيين يكون عبر تعليق أشياء على الجدران على الجدران عبر المسامير فنجد البيت فلما كانت صبيحة عرسه رمى ببصره لعله في الليل الإمام لم يره للظلام فرأى حدوه أو حذوه خمسة عشر مسمارا يعني في المنطقة اللي السيف أُخفي فيها 15 مسمار ففزع لذلك، الفزع شنو هو؟ الفزع انقباض في النفس يحصل من الشيء المخيف وخاصة إذا كان فجأة، زين الإمام الصادق يعلم بأن السلاح مدفوع عنه، لماذا فزع؟ الجواب هذا ذكرناه فيما مضى حول قضيه ابراهيم قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي سن ابراهيم نبي من انبياء العزم وهو افضل الانبياء بعد رسول الله محمد صلى الله عليه واله كما يظهر في الاحاديث يعني افضل الانبياء محمد صلى الله عليه واله والنبي اللي بعد محمد الأفضل هو إبراهيم طبعا الأئمة أفضل من إبراهيم لكن الآن ترتيب الأنبياء إحنا نذكر في الأنبياء أفضل الأنبياء محمد ثم في الأنبياء إبراهيم زين إبراهيم كيف لم يكن قلبه مطمئنا مؤمن عادي تشوف قلبه مطمئن بالآخرة بأن الله سبحانه وتعالى يحيي الموتى فكيف إبراهيم بهذه المنزلة العظيمة لم يكن قلبه مطمئنا وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي الجواب على ذلك أن الإنسان في نفسه دوائر وكل دائرة تختلف عن الدائرة الأخرى في دائرة نفس الإنسان في عقله دائرة العلم واليقين الإنسان عنده يقين هذا يرتبط بدائرة عقل الإنسان ونفس الإنسان. هناك دائرة أخرى في نفس الإنسان، القوة الواهمة. إيش القوة المتعقلة؟ هذه القوة الواهمة. القوة الواهمة دائرة أخرى. وماكو منافاة بين أن يكون الإنسان عالما بشيء ومتيقنا به ولكن في الوقت نفسه الدائرة الواهمة يكون فيها اضطراب. هذا ما يرتبط بالعلم واليقين، لا هو متيقن لكن في نفس الوقت أو في الوقت نفسه يكون في اضطراب. نمثل مثال. اكو بعض الناس يخافون من الظلام. زين هو يعلم علم اليقين أنه في هذا الظلام ماكو شيء. ماكو خطر. لكن مع ذلك يخاف. لماذا؟ هو عنده علم بعدم الضرر، لكن لماذا الخوف موجود؟ لأن هذا الخوف مربوط بدائرة أخرى، مو مربوط بدائرة القوة العاقلة. أو بعض الأحيان نشوف مثلا إنسان يخاف من حيوان، يخاف من مثلا خنفساء، من بنت وردان، يخاف من الفأر، يعلم بأنه لا ضرر منه عليه، لكن عندما يراه يخاف. لماذا؟ نقول هذا يعلم لكن نفسه غير مطمئنة لأن هذا يرتبط بالقوة الواهمة زين هنا الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام فزع هو يعلم بأن السيف مدفوع عنه لماذا فزع لأن هذا يرتبط بتلك القوة الأخرى لا يرتبط بالقوة العاقلة الإنسان مع علمه أحيانا يصيب خوف يشوف احيانا واحد يشوف مثلا تلفاز يشوف فيلم افلام رعب زين هو يعلم بانه لا يصله ضرر بس ليش يخاف؟ ان هذا مو مرتبط بالعلم هذا مرتبط بدائره اخرى لمعزه السلاح على الامام عليه الصلاه والسلام اصابه الفزع على كل حال فرأى حد حذوة خمسة فرأى حذوه خمسة عشر مسمارا ففزع لذلك وقال وقال لها تحولي يعني اذهبي إلى غرفة أخرى لأنه كان يريد يخرج السلاح ولم يكن يريد أن ترى ذلك السلاح فقال لها تحولي فإني أريد أن أدعو موالي في حاجة فكشطه يعني ازال هذه الطبقه الطينيه التي كان قد جعلها على السيف فكشطه فما منها مسمار الا وجده مصروفا طرفه عن السيف يعني راس المسمار هذا جاي على السيف لكن منحرف مصروف لكي لا يصيب ال سيف هذا المقدار من الخدش وما وصل اليه منها شيء، زين هذا مثال حتى في الامور البسيطه الله سبحانه وتعالى ما يخلي السلاح يصيبه شيء، هذا من مواريث الرسول صلى الله عليه واله التي كان بحوزه الائمه وهو من علائم امامتهم كما ذكرنا علائم الامامه متعدده منها علائم عامه للجميع كالنص ومنها علائم خاصة للبعض من جملتها هذا السلاح نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين